بسم الله. كان سوف تسأليني؟ لا لا، أنت تكلمي وأنا ربما أسألك. كان هناك رجل مريض، كان يشتكي من معدته، فسأل له صاحبه إذا ذهب إلى الطبيب، فقال له أنه لم يذهب إلى الطبيب ولم يتناول أي دواء، فسأل له صاحبه إذا إيه، سمع نقول سأله، صاحبه. سأله سأله صاحبه إذا سمع قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما يشتكي من بطنه، فقال: لم أسمع هذه القصة. فقال له صاحبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخا المريض أن يسقيه بالعسل، فعجب صاحبه تعجب. تعجب صاحبه فقال له: هل شفي؟ فقال: نعم، بعد أن يسقيه 4 مرات. قال صاحبه أن الله تعالى قال في القرآن: فيه شفاء للناس، أن في العسل شفاء للناس. فقال المريض أنه سوف يتناول العسل مثل هذا الصحابي، فنصحه صاحبه أنه سوف يوجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي، سوف يجد، سوف نصحه يجد. بأن يذهب إلى السوق المركزي وسوف يجد محلات كثيرة. لبيع العسل، جميل. فقال أنه سوف يذهب وسوف يشتري وسوف يتناول، ففي النهاية قال صاحبه: شفاك الله. فقال له: جزاك الله خير. جميل هذا جدا، المختصر. جميل جميل جدا، أحسنتِ. هذه قصة جميلة، لقد شعرت أنك تقولين قصة، ليس conversation، ليس حوار، الحمد فهذا أفضل. كنت لله، الحمد سعيدة. لله. بارك الله فيكِ.